بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مغفورا، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم اجعل القرآن الكريم روحا لأرواحنا ونورا لطريقنا إليك، أذقنا برد تلاوته وفهمنا معاني آياته ومقاصد قصصه. اللهم اهدنا إليه واهدنا به واجعلنا ممن يهدون به، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أخواتي الكريمات وحبيباتي. بإذن الله ما أنتم حاويان كل كان استعداد سلسلة دي نسعتي أنه كذهت لنا التربية القرآنية للمرأة المسلمة دقن كو قرآن كو وكرب وقبل المسلمة دون إلى ما ضيالته محوها بإذن الله محاضرة تقريبا هي تكملة وتهاي مع دمستر وتهاي محاضرة ذي هراء محوها نبينا موسى عليه السلام مركو مدينة إمادي مركا ولي مدينة أي نشوبنا يا قرق خير كبدنا بركة بدنا محوها رجل كي وناكسنا يا قبله سي قرق سي أي نولي شوبنا نقول دمسترنا إن شاء الله محاضرة ذي هراء وحين كهذا الجوانب يعني كل دون أو نحوها يعني أين كجهت لنا حاجة جوادة مسلمة دا يعني مجتمع وحقي كل هذا هاي إن يعني نحوها يقيمين تي كل هذا هاي وهو يهاي نحن كلا كهذا لنا جوادة مسلمة دا زي أي دنتو كل فتو إني صعب حدا إن شقي سطا يعني نحوها نغمة العيش كما طلب الرزق إذا رادين يسا أن نحوها يصاب بحضو قولي إذا كصاب بحضو سيدا أي شروط لغرفة يا أما وحيالها هلو قبا هنا التي ما أطو وحين القصوة هذا لنا يوكلا الله مستعان قبل مسلمة ذاتي أي بركة دنتو أي نقطو إني أي رق إني وضحت لان أما مخاطبة يدي رقو أي دحمرتو هذا دحمرو إن قاب فيه سيد اللوبة هي قبل عام سنتين هي بقاضش ما إن شاء الله موضوع إنه بقاض ليجان بكلا أو قصاب سن إن جورك إن أنا كده ما يستر إن قصد يعني أنتي نوبة هرسانيد إن كمان تروح إنه قاض لنا جورك أنا يعني ما هو خيالك لو قياس كريو الزوج والزوجة الصالحة يا إيش سبب أهم بجورك وناكسن حالة ديسة جورك صالحة مزواجك صالحي يعني حالة اللوبة هي هنا وهذا إنكو إله سبحانه وتعالى تلصار لنا هدينو لبد دقيقة دوسسين إن شاء الله آية ذها يعني نهر سنة مركي قصده إله سبحانه وتعالى إنه بس الشكية يعني موسى مركو مدينة مادي يوح كل من مدينة يعني حالة دي وكل من مدينة قبله محوها يعني دبعت سنة وعاوية ورابي حوله دي يعني قبله حشوني إنه يرجع محوها يغرب حوله دي إنه يغرب سدان إنه يرقى ماش كو عريريان ماركو أركي حالة دي قبل سوء عاوي انت أصنو وينصر ماركي دنباناي قبل وتما داي وليقى ملكا يكونو قتيابه دو قرران تاي وحي ماشي قلاص وقلان تاي ننكي لاص وقل مانيو يعني محوها كدبناي وصو نقطي ماركا عدينو إن شاء الله لابد دقيقة داد آيادة هاس إن دوبو نقلنو إلهي سبحانه وتعالى وحولي هاي فجاءت وحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر
لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من وادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الآيات أن النقطة وهرس إن شاء الله إن كويستاجن أمن تحويان يعني كوري جاس باركيسنا يعني كوري الشيخ الكبير من شيخ ونكسن يعني كوري جيسا محا تربية دي تعلم حي هاي أما ده نسوك لو دقنو تربية لو باهي هاي كوري كستو مسلمة يعني محوها إن إني تعلو أو يعني إن دقن كاسينو يالو يعني محوها إنكو وحيالة فرق بدن باكر لكن في حدود هذه الآيات آيضاً أنت كهر لسانك يعني إيه جينا وحين قصو قادنا يعني دور قضب أما دور خصلة ضب ولو بدا هي هاي قوري كستا ومسلمة إن لقى حلو يعني إنك قصو صارنا إن قصة النور تعالى ميد وحاويان طوه رئيسي وحاويان الحياة والاحتشام في المشي ومحاكتاس محين وكاركينا قبل ما يوصل نقطة موسى عليه السلام إلهي يقرآن كي نسوء وصفيي وجاءت إحداهما تمشي على استحياء ملكا نقطة يعني أسبوع هرين سفع عن وفاهفاهيني أما محاضرة هرين سفع عن وفاهفاهيني ملكا محايا لو قبا هي هبوري كستو مسلم إن أو يعني يعني محوها يعني خاصة دمر كملكا إنو كهض لأنه قبلها إن خصلة دان لغو تربيضي الاحتشام يعني سواء كان في المشي أما في الكلام قبل مركز سعوني سؤال مركز هذا ليس أما سجود بقى إن حشمت يدور سنان يحشود لقاه له قبل المسلمات تزوامي طلبات وحنا آيات كقاضينا يعني أما آيات كان أما قري قد كلا صوب حنا قصدينا يعني وحياله دقن كيالي وحكم ذها إن محوها بر البنات بأبيه قبلها إن يباري أيوه هاي إن أبوه وهل هم حين قاضنا إنها ما شاء يعني وحي أركنا أبوه إنه وقف وين هاي وضعيفة وأنا تمر هينين لذلك يعني ماشي وحي لو غبا هنا إنه أبوه قبته يجو إني واجب كي يعني أبوه ذا يكعن ويجو أي قبتين مركا يعني تاسو حين قصو صارنا إن يعني أيضا هذه إنه ريالة سيدا قبلها أبوه ذا بارجا يجو هاين أما يقولنا حريسانيين ان بالو باهي مركا قبل هنا يوبد كينا ان اي مركا يدير يهم بينو كو ابابينو ان اي بار ان اي هذا او انو يعني انو دبع سنادان ولذلك وحلو باهي هي يعني يعني والدك لما هي صغير ان لو ابابي دقنكا انو ابيه هويدي هو اديغو حتى سوى اودي كري والدك انو انا وخا او قبصدو اورد بيي كان waa hooyada inta aad ka leh sharabaadka iga bixi kabaha ii bixi iyo hayi keen waxan iga qaad iyadoo awoodi karto wixii inay qabsato laakiin ay barto ilmahayar in uu yahay waalidku xaq u leeyahay xaq asoo ah in loo samafalo in loo naxariisto in loo khidmeeyo in loo baari noqdo marka taasuna waa taa ta saddexaad waxa weeyaan alaqal wa xasaafat alraay مشان قريقان حاي وحين كأركيني كبدوهين إهايان أصحاب رأي أو داد لغو كوريي إني داد نمحوها إني إني داد عقل له أو رأي له إني إهايان قبدوه وحين أركينا مركا شيخا وين قبله إيسا خصلا دا أما صفا دا سوكتو التربية دي وحين كقاذن إن مشان أي لاذا مركي قبدوه يكون قطيا بهد أي وح يعني ورنتي وحي ماشي كلاسو كلنتي ونكا لاسو كلمين أن يسوح رقبتي رأيي بيسوتشي دي سعتر يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قبل أسدين عقلي أين اللهين أما صاحبة رأي أين أهين أما نمحوها شخصية ضعيف أيتهاي ما أودين إن أي قرطو يعني رأيي قنين إلا تماضو أبه لو ذاكتو مركا محلو باهي هاي كوري كستا إن عيال كينو إنو مسلمين أهدينو نهاي أبد كينو إنو نكو كتر بيضينه إني رأيي يشان إني شخصية يشان إني أريمها قاركود إن حواها إن إلا لو داقو تلو دا لا داقستو وحصل إن شخصية دو أي بسيسا بإذن الله
marka yani kelma ka leedahay in muxuu ahaa yaaba tistaajirnina khayra man istaajarta alqawil, waxay ishaara ay tahay gabadhaasina gabar aad u caqli badan ay ahay oo meeshaasna muxuu gurigaasna uu yaalay guri yani ra'yigu lagu kala wadaagayo yani muxuu ahaa wax isku sheegi karay, wax iska dhageysanayo, isku ixtiraamayo, isku qadarinayo. أنا خصاد أفراد وجودا بيسا كدين صاق وبنينك أختي جيل عشاننا وحاويان شهامة الأب وكرمي أبوه إنه أها نين آد أنا رجعني ما بدن له آدنا كريم وإنه بينه كلا صباحينا أو مركي قبل يورنتي يعني كلا ذن لوسو جديسي محوس ما يأبه يحور أرض أو يغير سدعان أنا محوها أقول إنه قبته يهوش إنه قبته بالمرنت هذا سانو سيو أنا وقبل جوده هذا وحد سميسا رضي هو يرع مركا أنا محوها أنا يعني خوف كستو أبيه سوف هذا سليه هاي إنه قوة كيس أنا كبيرة يا في عنا أخرى يعني ماذا كرمك أخلاق ذا ونعكسن يعني خوف كنوف درنسن يهي خوف وحو قبتي أو ينان أهاني نقف وحاجة لذا سبحان الله wax kasta adiga u qabanaya inaan dareensanayn ba aanan fahamsanayn bayn wax loo qabanayo marka ubadkeena inaan taas aan ku tarbiyadeyno ayaa wacan marka haddeen inta aan kaga baxno nuqtadii ugu horeysay oo ahayd sifooyinka wanaagsan ee gurigaas yaalay inaanu aayadahan marka inuu yani xuduud hadii aayad marka inuu ka hadlayno khisaalka wanaagsan ee uga baahan yahay ama sifooyinka wanaagsan ee uga baahan yahay kulli kasta muslima in yani ubadkiisa uu ku tarbiyadayo uu ku kukuriyo halkaas ayaynu ku joojinaynaa biidhnillaah. Nuqtada kale ayaynu u gudbaynaa waxaynu ka hadlaynaa biidhnillaah cardi zawaaj wandhigii yani gabadhu sheekhu markuu u bandhigay Muuse calayhi salaam in uu gabdhihiisa mid ah u guuriyo. Marka subxaana allah yani akhawaati alkariimaat سيدنا قصده كوه ابن موسى عليه السلام وحو كوش وحو يعني حو كوسو كري أما كنا ولا نلا أقيم أبدا وأنا أكسن قري يعني محوها يعني وحق استي يالان يعني قري بقر كاي كوسو كري أن سيدنا قصده كوه ابن هاي واتي دعاء إلهي وقري إني ماشى صدق يعني نين أي سكود يعني وكدلو وسو يعني نين رتلك سو هيجينا يا qisadii ay wadaagna hayo dhan ay meeshaas u kala soo kulmay arintaas maxay keensatay muuse noloshii uu ku jiray muuse calayhi salaam nabigeena muuse calayhi salaam noloshii uu ku jiray in uu ka soo baxo isagoo muxuu ahaa markii arintii ay faaftay ee la ogaaday in isagu dilay oo wuxuu waxa soo gaaray in la rabo in la dilo isagana in lasoo qabto la dilo isagoo marka naftiisii yacni badbaadinaya waxay arintaas keensatay inuu waddankiisi meeshu ku soo koray noloshu ku soo korayba in uu ka soo baxo isagoo baxsad ah ama fakad ah inuu magaaladiisi meeshi uu ka imaado uu ku soo koray iyo noloshu haystay oo say sheegayaan inay muxuu ah kutubta tafaasiir sideed habeen ayuu soo socday qof dewad garan kartaan fakad ah ama baxsad ah soo baxsada naftiisa la soo cararay wuxuu haysta malaha xoolo ma haysan waxba ma haysan inay baqdin baa jirtay isagoo xaaladaas yani subxaana allah waxaan halka ka qaadan karaynaa marmarka qaarkood qofka aqdaarta qadarta markay wax qadari u kulmo qofku ama noloshii uu ku jiray nolol ka duwan uu ilaah subxaana watacaala uu qadaro in ay inay muxuu ahaa inuu asiibo waxaynu ka qaadanaynaa lacalla inay ku jirto xikma oo waxaa ku jira muxuu ahaa qadartaas isbedeshay inay qofka ay u tahay matalan dars ama muxuu ahaa noloshin darsi laga siinayo walidalik noloshan khowfkan iyo gaajadan iyo baqdintan waxan iyo dhibtan iyo rafaadkan uu galay ma ahay nolol uu qaad laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u sakhiray wuri inuu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u sakhiray inuu dadka wanaagsan iyo reerka wanaagsan uu la kulmo oo ay noloshiisu ay isbedesho min alif ilaa yaa kor iyo hoos hal mar inay noloshiisu ay isbedesho marka waxay iraahdeen inay allahu mustacaan inay qisada cardi zawaaj bandhigii zawaajka markuu soo soo inay uu imaaday
نبينا موسى عليه السلام الرجل الصالح وحول الله سبحانه وتعالى وليه وليه الله سبحانه وتعالى فلما قص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين ويمادي مركو يمادي قصدي ومشي ماشي كلاص وكل مي ايو قور رمي مركو يقول له اله سبحانه وتعالى وتكاسو بتباديي قوم الظالمين تدقان قرب بدن او اشر بدن هذا هو ظلم وصاحبه ايو اله سبحانه وتعالى وكاسو بتباديي كذب محو سميي وحو إلهدي نبي الرجل الصالح وحو أصوى بندقي نبينا موسى عليه السلام وحو إلهدي يعني إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج وحاربا إن أن محوها قدر أن كوغوريو قبل هاي جمد كمد أخ مقابلكم محوية هاي وحم هركض نقنيا من مقابل كيس ونقنيا بوركاس إن أن ناخذ ميسيد سداد سنة أن تأجرني ثمانية حجج يعني سداد سنة إن ناخذ ميسيد أو أرمي وحي بناك كبرقة كسارا يعني حولها لو رابنا وحي لو باهي إن ناخذ ميسيد وحي بس لو بناك لو باهي إنك طبتي فإن أتممت عشرا فمن عندك حتى أتممت سداد سنة طبعا كأدمسترتي طبعا سنة أتكلي قتبنا وحقا قويان أذيقا خيار كستلي وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين من ربينا نقول بأرنتا بإذن الله أنا وحادي قلق يعني وحادي يهلي سائن أنا هاي نحوها رجل صالح قد قف ونقص يعني وناقم بعد أكتئذ قلق الميساء بإذن الله أنا يعني ما كان موسى وحاول أن أزوج وحولي هاي يا موسى أنا أزوجك ابنتي إن أنت إذا يعني قصدك أما مفهوم كأيد وحوي إنه ليه هاي وكذا موسى وحنكو بورنا يا قبر ده إذا هدي أد أخبشي مهرك قبر ده إذا سنوا محي ما الماهي العقد بحين يصير ماهي وحوي عمل أد سمين يصير حق حق أد كخد ما إنه وخد ما يصير وحي يقول قاس لو غبا هذا وبنان كأه أدوس وقبان يصير إن مدة محي وقت بكو حددني وقت قاس بكو حددني وحسيت سنويا هذه كمان سنة نولا ما استرتد نوا حق عقل ويا نو خير يا بركة ويا هذه كلا سجادك ويا سجاد أنا وأنت أصلا كاربا نك مو سمحوا جوابي ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل خلاص مو سألنت وقاطي وقرأ أنت أصلا يعني سجاد يا تمام واحد أن تظها هاتو ووح بلن إن غد هني هذه قلنا نور حس كي إله مربى مركا إسوس تودو إله سبحانه وتعالى أو قرا أي نصمين هنا واحد بنا حقا يعني لنا واحد بقى كما أركسيد كدبنا محي والله على ما نقول وكيل إله أين خلاص عرنا أرنتنا ويقول قاقين وايهد هذا بقى إنتن يرين هدى أخرنا قصة دي قصة دا إنتن يرين هدى شقنية لبضا آيضا محين خلاص ورح بحينا مد وحين خلاص ورح بحينا مبادرة الشيخ الكبير بعرض إحدى ابنتيه للزواج شيخ من او ان حجي سايكتي ما دارين تاني وقصوا بندقي نبينا موسى ان او قوريو قبله سامد كاملا لكن محينا هالكا كقادنا إليها اي بنان تيارين تاني نقفكو ومنكيه نحوها قبليسة نولاشيس ان او نحوها فكرة وقصوا بندقي كرا يقفك لن ادو اركو قف كوفية أو قبل أوقل ما يا أو كفي وقه إنو إن هو ها استجو وهوش إنتو قالوا إنه ده قبل ده إذا أما ولا شيء وان كسيء أما وان كوجورين يا أو إن محي هاي إن المركز تبعنا هاي نين كنا نسوي إنه قبل ده ونسوي صادم مركا إن وحويان وكل هاي يعني أرنت القرطبي سوى كهد ليا في تفسيره أيضا كهد لي القرطبي في تفسيره وحلي هي عرض صالح مدينة صالح مدينة وايور والشيخ الكبير ويا صالح مدينة عرض وحوصوا بني صالح مدينة ابنته على صالح بني إسرائيل صالح مدينة وحين انتي سوصوا بني إنو بورشدو
صالح بني إسرائيل. صالح بني إسرائيل واي نبينا موسى عليه السلام وحو كلونا كله. وعرض عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نوحو صوبان دي بنته وحفصة على أبي بكر وعثمان لكن دب رسول كان صلى الله عليه وسلم يا بورسدي. عمر بن الخطاب نقبل دي سوحو صوبان دي أبو بكر وعثمان. وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دي نفته ذا بيس رسولك صلى الله عليه وسلم يا ذا نفته صوبان دي رسولك صلى الله عليه وسلم. فمن الحسن وحاوي عرض الرجل موليته والمرأة، والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف. وهو ناكسم كليه قرطبي رحمه الله قبله نمحوه ننكو قبله ولي قويه هاي اما قبله لفتر كيدو با ان اي نفتي اذا وصوب بندكتو نمحوه اذا قبور حلال راضي نيسا قدي اي هشق رجل صالح كفو. أرنت صراحة اقتداء بالسلف ويا هذا ليس ليكون الأب أبثا وعليد ما هرنت نعي يعني عيالي يوحى سايتهاي بل وحاويان نمحوها سيدنا وتلمامي وأرن السلف كي وصالحين نمحوها لغا سوريي نمحوها أين أركينا أن القرآن كينا ونمشيقي مركا يا أخوات الكريمات فكرة إن ربنا إنه كقاضنا أنت نوع محي أما نقطة وحويان محي تهاي وحويان هدي زمن كان ولي بينو تشوفنا ودل يردي يقول كي أي كتجين وحلا غيا باقف كي قولي قبل ده إن جاران صدنا أفرتن كل وادان ولي إن محوها إن نقرسن بل إسكاب داين إنه كبر فكرة إن بق إن قرس ده ولذلك هو يكسر يا أبا كسر هدي هذا أركت وأركو مثلا إن قبل هذا من كفوة ديني أخلاق له لقن له شقي صنايع وحبيب أهو ما ترتعبنا معها إن أبورك وصو إن محوبا بيقو تاسنا دين تانو وحن أرنا وافق سنتهي لقن هننا وحن معها بل وحاك حن قبل داسي إن أي محوها أمويل كاسين محوها قورو كفوة هذا عمري بيسوهل كاسو قدام هذا ان اما حيران يوح يعني وح الله سبحانه وتعالى كرى الرالي ونكاه ان او اي محوها اي او قدب اما ارنتاس او كان سنتو. فلذلك انك او وصلنا الى الله سبحانه وتعالى واه زواج كون شيء مطلب ديني ويهينك الى شان انا ارنتن هدي اين كو دقاقنو هذا ان اينن وحدب اينن اهي واي هي نقطة لبعض إنه هل كان كقاضن إنه حاويان معايير تلو يعني ما هي معايير الزوج الصالح أم حيث مواصفات ك يعني زوجك صالحة هذين سوك الأول إنه وحنا نقول كلا مثلا كيف اختار موسى إنه حلا ما هي المواصفات التي رآها الشيخ الكبير حتى يكون موسى صالحا لابنته سفوين ك وكأركي يعني محوها الرجل الصالح موسى وكو أركي كنا كلفتين قبل يسوع صوبن ديجم محيه سفوين كاس إذن هذا وحنا نهدين قف كف وين أرجنا قبل هنينا نوبن ديجنا وأرن عنويا طيب كان نين كان كف وسفوين كي أنا كان كف وين ربنا قبل هنينا قدرنا سفوين كل لو باهي هني ولا هي محيه أولا الخلق والدين الخلق والدين تاسنا وحا يعني محوها حوشيني حديث رسولك صلى الله عليه وسلم أوه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن معيارك وهرية أما ميزانك وهرية أما سفاد وهرية لو قبها هي رجل يعني الوقي أسكر يا من الوقي منكر ينكر وامحي إنه يهي صاحب دين أخ دين نقف له من يهي أنت سوى حاوي نقف مركا قف يعني محوها نفتي سيارنا يا مانتي كيلا لنا يا شعائرتي دين يعني محوها لا إيمانا يا يعني وحياله كبائر كي ودن كفغانا يا حياله يا سبحانه وتعالى حرمي يعني يسكيلا لنا يا يعني محوها صلاة دي سيلا شنا يا يعني وحي واجبات كي الله سبحانه وتعالى وأمري رسولك صلى الله عليه وسلم لا إيمانا يا وحي لنا لذا بينه كاستاغي أو كوريكتومي يعني دخنا هم يعني أخلاقنا له يعني دين كليا تماها خلقنا له
خلقات محو نقنية أمان ونقن كريا صدق بنقنية قف واضح ونقنية كريم بنقنية رغنيمو يعني محوها حشوت يعني محوها يعني وحكستو أخلاق أو ونكسن مركا لبداسي ما نكلا هرايا وقف دين هي أخلاق له إنو أحاضو هدي أرنتاس أدي قبل هو صوت دون مركز تكملة للحديث قبل هو صوت دون من أخلاق الدين له قل عليو محا خلقا كده لنا يا فتنة وفساد كبير فتنة يا فساد وين فتنة يا فساد وين أي خلقا كا 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 وحسن كده لنسوايو وحال عليا يقف كفر أهبال عليا مركا أني أني محوها أن أني وحنا لوبا هي قفكم مسلم كصالح دينه هدو قبل وصودون مسلمة إن أنا وحكى له أنا اللي هو قيمين اللي هو قياسين إيه يلو حديث كان لدق انجلين يو إن لو ترى أنا مرنبا مرنبا أنا محوها قفكاس الشر يدو ما كلام كل ما بإذن الله وايه هاي هذا بقى قصة إن هذين دبوا نقنا وحينو دهنا محي تايسفوين كوكا اللي في شيخ موسى عليه السلام واركنو كفو جه تبدو ما كيوتي مدو حي كترا هذي يا أبا تستاجره إنما إن خير من استاجرت القوي الأمين القوي الأمين إذا لابد سفاه رمحي هايان الدين والأخلاق هل كان وحاويان القوي الأمين وقف حوق له وخير بدن بيتري إلا لا 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 لكن يستعمى لش خلصيه قف حوق صاحب قوة لصاحب أمانة مركا أن يمحوها أن صاحب قوة لصاحب أمانة ما حيكو قرأتي قبل دعوينك لأن صاحبة رأي عقل بدن بيهاي ما حيكو قرأتي يعني موسى لبدن سفوذ وحنبار سنية هاي أما كسي في سنية هاي وحكو قرأت أما القوة يعني أما القوة وحي قرأت إذا كتبت تفاصيل توي قريشة يعني إذا وقتاد أولي هاي وكذا وحي قرأت يتطور في تفسيره بقى وحي قرأت قوة ذا يعني وها عيل كبيها وح كرك كسرنا لقى حوين لقى حستبن أي سكوت تجري إن عيل ك وها لقى حصي كقاضان كتبنا حوله ذا كورفسا لكن موسى كلي أيا لقى ماشي كي أيا لقى ما كقاضي ماشى قبلين ما كورا بيحوله دي فقال كوه كورتين من حوج له يعني حاجة تسميهان قف حوج له النهاية وأوض له وعيت ريا كلا إن خير ما القوي الأمين أمين إنه يهاي قف أمانة له إنه يهاي ما حيكو قرطي وحيكو قرطي إن قرط ميدا وها غرب حي مالكي موس أوران يعني قبل كي وحوى وقبل يرو مش تاكتان بيد مش وش قم تجنا وها غرب حي سفي عن يحوله هو ورابي أو رجاني ما كشرته يو محاها يجلس نمو طلبات إن محاها مركد أي وقت ما بي وفجأة حداهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ما كان وصل نقطتي وحيت ره ذي ملكو أركي إن يعني أنا أنا هاي مو إيجين إيه رولكايو إيجين يعني أنا جا مو إيجين رولكايو إيجين مركي دم بي وصار راعي أنكر أبه بكو يرينا كان وصار راعينا وحوري أنا جا قلاش إذا صار إذا أيفر إذا أهر مري كدبنا حوري تلمع ساس كتب تتفاسر تينو شيء جسا وحي كلا كو قرتين وأمين ويا هاي مركي حوله هو رابيي مو قشقشين يعني من هو وحويا يعني أنا قبلها يعني دب يا حمان أنا للربين أما أنا نكربين إنه يحي أي أمو قطعي لك قبل يعني أنت دقن كيساس أي وحي كسو صارتي سيفوين كان إنه ساحب أمانة لقوة ويحي كما بيش كلا وحي نكبها وباهن هاي يعني محوها الله مستعان يعني سيفوين كان وحين وشاقني الخلق والدين يعني محوها يعني يو تنك لي هناك وكسو صارنا ينقص دينا الأمانة والقوة نكا قوة ذا قوة ذا محا حوق محا لبقف كينو يهي قف وحقب سانا يا وشقي سانا يا
قف كعيا صباحي وحتبعنا يعينو يهي قف مسؤولية وحقادي كريا ما كوالو بها هي قف جسمي هان يعني قوي بها نفسيا يعني قوي بها ما ها يعني انه مرقية وحاس تاس لغا ما هدلو يكون عيال كان دان يراه الدكو ومشغوشين المرقية ذا لساني وحا ما ها قصدكو يعني وحاول ينقف نول وحقبساني يعني يهي وحتبعنا يا وفهم سن مسؤولية صارت بركة عدين صوب كوب نسي فوين كاسي وأم حي أفرت الأمانة القوة والأمانة والدين والخلق وحويان معايير تما وحيالها لو قياس كريو من أو يعني أم لو قيمين يو الزوج الصالح وأي هي هل كان مكان محين ولا لاحظينا هل كان محين أنكسر صارنا سيفوني كل مكان ترني شيخو يعني وأرنت لبعض أرنت وهذا تعصيه سيفوين لو موسى يعني شيخه كو أركي موسى إنه يهي كفو إنه قبل ليه سميده هان كدره وأكو إنه صار شاقناي طلبات أي نو كقاضن إنه يعني موها إنه نقطة عرض الزواج وحاويان يعني شيخه كو أركي أما وحو شيخه وسيد إنه موقتا شيخه وح اهتمام موسين معاييرتك لأن يعني هذا ضدك كل مشغول سنين وآه يعني نسب يحول ملاي هنيك حول ملاي هاي نسب وانا عيو قبيل كيف وكسو تشي ذا وحاصل لنا اكسس بحبك ما هاي هذا دك محكم مشغول سين وانا وقبيل كيف حول ملاي هاي تاس بار ما هيستا تاس وحي على مادي اه اي كم مشغول سين تاس نوحا نوكي انت راس مالي اذا دك سبحان الله يعني الو ابتلاي وقفكم حوس كانوا قرية مادي ماشو كهلو وحنا يعني ينو تاغني هاي بس مركب وح معيار اكتيس كما يهم شيخة يعني الله مستعان يعني محوها اكتيس شيخا صالح اكتيس وح مهمة كمو هاي يعني نصب يغنى وحين ينوع الدين ما موسى عليه السلام مركو ماذي يسال ام باور رمي شيخ مو وقوني يعني ماشو كي من ما قرني اسال كيس ما قرني بل اسكا بداية حتى ما قال يعني هذه لو نقطة مصر وحلقة يا بدات بظنين كو حمني اني هاي لقيت اني هاي ما يرى لهلي اني هاي موسى عليه السلام وآسيا بنت مزاحم اي كوريسي سينو سيدا انو قصدا انو كوسو انو قصو مرتاي مركا ان دبر راعيو وحقات كتي مديو يا تهيو يا ذولا تيو وحاس اكتيس شيخ وحوين كما يأخي كان كلا مالكا انو ننحو نسينينا هو وجه ده بقى إنك أركي سوى فقيره ومسكينه وجيل هوس في سفرية إن الله سبحانه وتعالى يعني وصف بين قبله إنه أركوك دبنا وعاوي ما كهو بقى أركين وح الله لي وحونا يعني هيسن حولها منونا هيسن لكن ما حماشي يلا وحماشي يلا إن أوي هاي قف وح قبسان كريمي هاي قف مسؤولية حنبالي كريمي هاي قف وقبل دي سكو أمانة كو أمانة يسن كريمي هاي ومركه وحيالها كله أي كلا قيمة بدن نصب كان إيو حيالها يوحن كله وأنا تاسانا لو باهي هي إن أي يعني صورة شو تقول يا قرطبي رحمه الله واختلف أهل العلم هل الدين والمال والحسب أو في بعد ذلك يعني إنه إنه يعني بإنه دينته يعني كفوا مية الوعي اعتبارين كريا يعني هو ها هل يعمل بالمال والنسب ولا لا؟ يعني قفك الناس نسب كيس الدين كيس وحلا نسب كيس المال كيس قفك ميا لو قيمة كذا يعني ما ذوسكوا خلاف تبوا كلية هاي لكن وحلا صحيحة وكلية جواز نكاح الموالي العربيات جواز نكاح الموالي للعربيات القرشيات حاجة نسبك ما كلا وحاب نام بكلية هاي قبله أنا عربتها يا قرشتها إن مواليد اللي يقولي وحول الله سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقد جاء كليها ايضا سوى شرح حياه قرطبي وقد جاء موسى الى سالح مدينة غريبا طريطا خائفا وحيدا جائعا عريانا وحوي ماذا موسى الى صالح مدينة وحوي ماذا سوى غريب سوى ولا صاعر سوي سوى بقيا سوى كريئة سوى قاتشونيا سوى انا وحفا انا هيسان ساسيت هينا محوسن فأنكحه ابنته لماذا؟ ليش محوه قولي قبل سا؟ لما تحقق من دينه
ورأى من حاله وعرض عما سوى ذلك. وحو غوريي وحو كاركي دينتيسي اخلاقديسي دقنكيسي وحو كاركي اي وحو غوريي وحي وحا كسوكسوكينا دن كمقلين. انتهى كلامه. وحو قليه ابن قيم رحمه الله يعني ساقون الفتر كيسو يعني ارنت نسوى كهض ليا يعني وحسوقات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت وحان عليه زينب بنت جحش القرشية يوحو قوريي يزيد بن الحارث مولى الرسول صلى الله عليه وسلم إن يرى رسولك وكور صدي أيوها وحو قوريي زينب بنت جحش القرشية وكذلك وحو قوريي فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية وحو قوريي أسامة بن زيد وتزوج بلال وحو قوريي بلال بن رباحة وأصل كيس حبش وكسو جيدو وحو قوريي أخت عبد الرحمن بن العوف. ويقول أيها ابن القيم والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هذا يسبب الزحوك الأولى هي إله سبحانه وتعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء. ويقول أيها ابن القيم رحمه الله فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا فلا تزوج المسلمة بكافر ولا العفيفة بفاجر. تسامع يا رأى قبل المسلمات ده هاي نن قال الغدر قبل دورسنا نن فاجر هاي نن الغدر لكن وحين تقصد كي قفك نصبك يا مالك وحل اعتبارنا يا معها أي ليه يعني وحل وحوين القيمين يا معها واي هاي أنا أنت صد هذا إنه كهذا لينو إنه في عرض مقتضى عرض الزواج كا التقلب على مسألة المهر المال في المهر شيخ محسن أرنتي مهركي هاي نحول على قاطو ملبس قلقة تقلب على مسألة المال في المهر أرنتي تنمها كام حي نو موشي نيسا إن يتهي عن حالة تفكير في عقد زواج هو صحيحة يعني تفكير وناكسا ولو تلقى لي لما لو خدمي قول وناكسا نقدشه أو أن موسى عليه السلام وحلا لي وحوه يستمت نحوله مو هيسن مهركي قبل محن نقطي إن لو مهريو سدادة سنة وشقين وخد مينيو وانتهى مركا أني محوها أني قبل مهركي ذي انتاس أي نقطي إن وخد مايو أني موسى عليه السلام سدادة سنة أي مهركي ذي النقطي فقال كان نحن كقاضنين نحن كقاضنين كلما كان مهر كسكي يري هاي ودب يري هاي وانا دباتين كتير كلما كان جور كاسن جور بركة سن وها انو نقضوا او انا عقبات لغا ديجين مهر كان وللأسف يعني الشديد زمن كان ينشوغنا وحا وحاد اكيسا يعني وعقابة ونقضة مهر كي عقابة ونقضة وحال اسكربات دباتن كون سيديتن كون لحنا كون افرتن كون او دولار ما كسر والو فانايا ينه هبه بنت سالو مهرين تن ينه هبه بنت اس مهر كي روحا كاس مخي كان ستي دنيردي اني كفوغادان غوركي واي وسبب تتاي هي وحي حسابينيان وحصل على بارتي اورورينيان يسو مخينا وحا كا تقدر اروسكي يسونا وحوين لغا ديغيو قاعوين فربدان لعق بدن لو خسارينيو أو حلقة باروس وح من ألف لا يوحنا إله رالي كان هاي بق إن حولها سلوب بربري كده ابنهم حيران تاسكين سنة سنقول جاسينونا قول سي شو سي 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 وارون لأن وحويان وحا كحوق بدل تي ماد الماد دي بقى هاي قول كحوق بتي ومعاييرتي كله يعني محوها يعني دينتين وين أمر سي أي ماشي كا يرعتي أو كبح راي أما سيفوين كي كلي اللي ربي ماركا يعني مسألة ذا سنوات تاس بيان أو حويان إن أينو محينا لو قباهي وحلينا لو قباهي يا أخوات الكريمات إن إنتينو أوذي كرينو مسألة ذا ما قبل ها هذا ما هو يوين هلا هذا إنتي اللي أوذي كري مسألة ذا المهركة إن حد معقولة لقا ديغو إذا كلا قبل مسلمة دوبا إنا نفتذر علي وها تماها إنا سيدي سلعب أي نقطة إنا يعني قيمة دبوية هاي لنبر كان لحد ديو
أفرتن لحدا إنه يدين لقي إنه يسلقي يعني إنه السدس العقف وحلي يمسنا يوكل أي نقطه إنه تا أي حتى نفتي ذا نمحوها أي كيف تو أي كيف قاتو أي في عنا ووحا أو سيدو يسلعد لك اللي يمسنا يا فرتن كنت دواتن يمسنا لسكوع العلينا يو يعني ما كا يذا أي لو بهي حد أي سميسو يتراضو أني قاعد يعني قف بورسني وأني أنا قاعد نتصنع عليك واحد بس شيخ ولا مات هو يد لفت الكيدنا إن أنت حد أي وصميصة أي لو باهي حي لأن أخوات الكريمات نعم أن اللهم استعان إنك وقتك إلى لنا بإذن الله يعني وحين قاد لنا نقطتي ودن بيسا بإذن الله محاضر لدينا إن شاء الله وحويان آية وحين استغنى وسار بأهله كذب قصة هدية يعني لما استرنا أنا يعني أرنتي سيدة وكذا ما توا والسبوع وتوكل وإلهنا وثلاث سارتين شكدنا وين دم عطي وأنا أقول سري موسى عليه السلام قبلي يعني محوها يعني بل أنت ولقى لي شيخ أنا وقصوا بحي طبعا سنة أيو يعني ماشي تشوفي وخدميني بعد 10 سنوات محاضر عي موسى عليه السلام وحي صادي ودن كيسي ماشي وكي ميني دات كيسي وحينا أسقو دب قصو نقطة مكسو الله وحلي هاي آني آني وسار بأهله هذا بقى آيات من أين كيستاقنا وسار بأهله مركو موسى عليه السلام آني أرنتي سان شاقنا يا شاكد دا ما طي وعقتي قد ما ذي وحود مع سان دهني إنو سواء أركو ودن كيسي دب قصو نقطة ما كان محاد عضي وحي إله استعمال يا وسار بأهله إنه غير كيسي وكحيستي هذا إلى إلى يعني إلى 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 صورتان أما إلى إكتان ولا لا يعني إله سبحانه وتعالى هني بركية شاكذي قبردان لقهد لي معننتو موسى عليه السلام وقرسدي أيو شاكذي إلى معطي وحاويا مكا وحالة حالة المرأة الصالحة بعد الزواج شكدي ما انت اس ايو دما وح ورا كلام يذكر شنو وح كلام دما استرمي ترتمي وغرس وانتهى الموضوع كدبنا وحي بلغه مغعاب اهله ريركيسي خلاص ان انت حس كده ماشي اسوي بابا ولذلك ما علينا تصيا وقصتنا دما استرمي ساولي وح بلغه موصل كل ما كل انت هدا موسى بك هذا ليس تسمحي لنا تصيسا بما انه قبل مسلمه داي غرسته خلاص تكون في حدود بيتها حتى قرآن ما ركت التفاصيل دمبة إن جمو الصينين سقوا إلى إلى لنا يا إن اللي حش مدينا يا نمحوها على الحياة الخاصة الزوجية نلاش خاص كه زوجي اللي يضل إلى لنا يا خلاص كدبني له مكوة المال وسارة بأهله لذلك محلو به هاي هاي أنا نمحوها أنا قبل كسر مسلم ذا دور سنان تسلو قبل هاي هاي خلاص gurigeedii sirta gurigeedii zoojkeedii iyo 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 nolosheedu in ay ahaato wax yada khaas u ah wax bannaanka u soo baxayo ama ah wax lagu sheekeysto inayna noqon nihaaiyan waad baynu ka qaadanayna qur'aankeena kariimka waxaanu kaloo ka qaadanayna muuse calayhi salaam markuu damcay in uu aado noqdo gabadhu may ka hor imaanin may oran ما استجا دقبت كوسو دي شيء واو الجرادين يا ما عادي كرينا ما آمني كرينا إيه معي أم سمع وطاع عن بين تري ولذلك ما حين هكذا لو جبرنا مسلمة ينبقي بعد زواجها من رجل أنا حين يكون على قدر من القوة الرجل ملك جوسته قف أنا يقف قوي أمان له يتحمل المسؤولية يبذل نفسه لزوجته يكفيها عن عمل النفقة يكفيها عن كل شيء مرة هدي قبل بورسوتو قف يعني مسؤول حوجي أمانة له دين له أخلاق له يعني يرمحوها يعني كيالي يعني ككافتون توح كستا كفلا كفوة إيه محالو باهي هي إنوي مقام كذن وهذا مش مسجوب سمعا وطاعة طاعة دي إن أي لتي في غير معصية الله ماشي هدي معصية أي تهو حلس أمر هذا المرة هتاس ويح آن المعصية هاين إن أي قبل مسلمة دوه يعني زوج كذا كنت كأدادو لطالما مر هدوبة يحبة ننسي فوين كان عن بارسن سيد النبي جين يعني موسى عليه السلام أما سيدنا قالوا ننودك مايا نن مسؤولية له دين له أخلاق له أمانة له
واجب كان يو محوها يعني وصارن درن سن حق قبل المسلمات ده يعني محوها حاس كيس وكسر بحي يضل اللقن قاليني الرجال قوامون آية الله سبحانه وتعالى ولي الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قوامد محيط هاي قوامد حويان إن وقف كان يهي قف مسؤول أه قف أتاغن قبل دن واجبات كذي حقوق كذي إنه كسر بحر كمان مقابل كذا وهم حي يعني قوامون وهم حي صالحات يعني ماشي محل رجينا هنا هذا قوامون عشان يمحوها الله المستعان حياه زوجيه سعيده ان لغون وراضو محل بهرج نكين هذا قوام وهذا قبل اني صالح هذا يا هات من دين له من اخلاق له قبل ان سيدو كل قبل حشمه حياه له يا هات كذب ولاية هاي كذب فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله ولاية وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا كذب حتى يعني قوام هذا موسى وحن حتى كاركنا يعني آيدا دمات كذا وحول هذا موسى مركو ولاكي سيسوك حيستي وحكارك جانب الطور نارا بكارك طبو أركا مالكشرا غير كيس محكوري إن كثوا سوغا ماشي إن يقشي سوغا وحن دبكن يمي هيا سوء قادو أما دبان نيجي كينا يا أما تلمامي يعني وحي طريقة وحي تصاعي كهلا يا ما كان موسى محو سمايي يعني واجب كسارنا وكسو بحي سفر كي تراقي وحن إساقا هي تهاي إنو إلا لا أبوحو إنو ور وإنو مسؤولين دي سارنا دو كسو بحو أم نيجو دي نبت قولي يا دو دي وحو دي لن سوء إلا ليو قبعد أنا هذا المراها إمكثو إمكثو مكو لا واسفت ماشي وشفت إلا أنتو كل مي يعني محوها يعني وانتقي ماشي وكل مي كتبنا الرسالة دي إنه حمبارة أو إله سبحانه وتعالى وحي موسى وحي هود طيب مركا يعني هل كان يعني إن كنا ما استرينا حديث كينا أما محاضرة ذي إن مانتا وحين كلا ده هي كرينا مرة دين قصوا هذا الناي سيفوني كلو بابا هي هي الزوج الصالح قبل المسلمات ده اي صالح هذه في ضوء هذه القصة قبل المسلمات انك يعني قصة نقول انت كسو ارورتك كهد لينا يعني يوم حين قلصة وبحي كرينا قصة قلصة وبحي الزوج الصالح سيفوني كذي يوضن نحن نقول كريا نحن نقول هي حسن السيرة والسلوك عند والدها ارتقفنا يتهي قولي قودي ملكو دي هوري داقا وناكسن اخلاق وناكسن قولي قودي كالاتي ما عدا اني اهاتو اني بار أبهد بارا يوتها يوالد كيدين بارا يوتها تاس قبل داس سفوين كاحن بارسن قبل حبدو أخلاق وناسن دخن ونكسن حشوط بدن أبهد يوالد كتبار هو لابد وحيتها زوجة صالحة أسوام تمشي على استحياء ولي الله سبحانه وتعالى تمشي على استحياء وتاس هو زوجة صالحة ويا لا تسقي حتى يصدر الرعاء وحيس كيلا لني ساختلات كي رد إني إني كو قسمتو اسكو عريريسان اسكو قربيان ماشا تصنوع حوالين زوجة صالحة يا أبا تستأجره مارك إلا هذا هاي أب إنو 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 كش قيسينه وزوج صالح وهي كتصيصة قف عقلي يمسكح يرأي له هنا التحال سار بأهله مع محوها سار بأهل أنها مع زوجها تسير في هواه وحتى هي تصنوع زوجة صالحة أو حوالين قبر أداعي سوج كيدي وراعسة وماشي توقع أي مكان كيدي ومقام كيدي يمحوها مقر كيد وحاوي يعني ماشي نم كيد وشوبه ويا وين الداعي سافين غير معصية الله من كوا داعي سا تاسنوا زوجها صالحة امكثوا أي ولية الله سبحانه وتعالى وحاوي من طبيعة الزوج المكوث وليس الحركة قبل مسلمة يعني خاصة قبل الزوج الصالح وحاوي قبل كنا قاتن قولوا يا دي يا ماشي يا دي أنا نهن خراجة ولاجة أنا نصعد بطنين أنا محوها إني 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 تبرج وحيوي لأن لا إيمانين وحصل محويا صفات الزوج الصالحة إن حقيقة يا أخوات يعني محاضرة وحن حاولنا بقدر الإمكان أهم الفوائد من خلاص ونحن لكن حقيقة وحي أوبان تاي بعض الأحيان وحن دري معنا أنت إنك بدنا شروح أي أوبان تاي ولكن وحا يعني مهم وحي فائده ان يعني خلاص بحنا اي مهم كا انك وقت قليل عشان انا باذن الله يعني محاضرين يعني او ما انت تاسف صوت ما طيب
يعني الله سبحانه وتعالى وانا ودي سننا اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا يا الله حجه، اللهم اجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتليا الا عافيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك والاخره هي لك لنا هي لك لنا رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها لنا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قنا عذاب النار، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.